هذا الثلاثي الذي لعب مباراة الذهاب. ضربة الانطلاقة أعطيت من قبل الحكم الكامروني اليوم من يوم وانطلق من إسلام سليماني على الجهة اليمنى فيها والكرة توزيع من إسلام. أوبا بابا جول 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 جول. يا له من سيناريو ويا له من بداية. في الثانية 38 ياسين إبراهيم يفتح مجال التسجيل، هدف السادس مع المنتخب. بالله عليكم هل هي بداية مثل هذه؟ هدف مقابل صفر للجزائر من أول لعبة وأول تدخل من إسلام سليماني على الجهة اليمنى، يمرر على طبق في اتجاه ياسين وأولى أهداف المباريات المباراة في الثانية 38 من عمر المباراة. الانطلاقة من رياض محرز مجددا، التمرير في اتجاه إسلام خلف المدافعين، التوزيعة من إسلام أرضية زاحفة رائعة. ياسين لا يفوت ولا يضيع مثل هذه الكرات في الزاوية اليمنى من هناك من مرمى الحارس علي مصطفى. أول أهداف المباراة لصالح المنتخب الجزائري في أول دقيقة من عمر هذه المباراة، هذا الهدف الذي يريحهم أكثر. فوز غلام أمام علي مصطفى، ياخذ كامل وقته يركز كثيرا. حكم المباراة يحترم المسافة القانونية يقول له سيبون خلاص رانا عارف وين نحطها وعارف كيف نسددها، وهي الوضعيات السانحة بالنسبة إلي. فوزي غلام يستعيد، فوزي غلام يتقدم، فوزي غلام يسدد جول 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 جول. صاروخ أرض جو، فوزي غلام يرسل صاروخ فوق راس علي مصطفى والهدف الثاني للمنتخب الجزائري. قالوا لا، قال لهم بيا اعرف ماذا سافعل، ساسدد واطلق الصاروخ برجلي اليسرى. بوم يا فوزي غلام، لم يشاهد شيئا حارس المرمى. فوزي يسجل الثاني ببراعة وامتياز. جول يا فوزي، جول يا فوزي، جول. بوم مرة ثانية من كل الزوايا، فوزي غلام يسجل الثاني للخضر. الكرة في جهة والحارس في جهة، لو لمستها لك كسرت يديك. هدف ثاني للمنتخب الجزائري من فوزي غلام، هو الثالث للغلام فوزي. ثلاث هدفا مقابل ياسين. وصلت الكرة طلبها فوزي، وصل ياسين محتفظ بالكرة. ياسين، ياسين يبحث عن الخطأ مرة أخرى. ياسين ياسين وصل لغلام، كرة صعبة للمنتخب الجزائري. فوزي غلام لمحرز جول 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 جول. عالم يا رياض، عالم يا رياض. جول. ثالث أهداف المنتخب الجزائري، أهداف عالمية. ياسين فعلها من هناك ومرر لغلام. فوزي يمرر لرياض يسجل الهدف الثالث للمنتخب الجزائري، هدف الرابع في 22 مباراة بالثلاثية بالثقيل يقصف المنتخب الجزائري اليوم. أوب يا ياسين ماذا فعلت؟ أوب يا ياسين ماذا فعلت؟ مراوغة عالمية من ياسين وانطلق فوزي غلام حتى على طبق لرياض. بوم يا رياض في الزاوية اليمنى، الزاوية التي يسكن فيها إبليس، الزاوية التي لا تصد فيها الكرة ولا ترد. ثلاث أهداف مقابل صفر للجزائر أمام تنزانيا. هذا هو المنتخب الجزائري الذي نبحث عنه، هذا هو المنتخب الجزائري الذي نريده، هذا هو المنتخب الجزائري الذي يرضع عشاقه. بالثلاثية يضرب اليوم المنتخب الجزائري في ظرف 44 دقيقة من عمر المباراة. يريد أن يأخذ مكانته الأساسية في تشكيلة المنتخب الجزائري اليوم. مهدي زفان، رياض محرز، رياض مع وليد، ترجع لوليد، ثنائية بين وليد ورياض والتغطية الدفاعية. ورياض يسرق الكرة، رياض وضرب الجزاء. يقول حكم المباراة نعم، خطف الكرة رياض وضرب الجزاء وبطاقة صفراء أخرى يخرجها حكم المباراة. لمن هذه البطاقة الصفراء؟ طبعا كابومبي مدافع الايمن يحمل رقم 4 عنده بطاقة، وماجوالي يحمل رقم 3 عنده بطاقة. لمن هذه البطاقة سيد الحكم؟ للاعب رقم 5 المدافع يومداني الذي ليس لديه بطاقة صفراء من قبل. نعم لا يملك بطاقة صفراء من قبل. انهيار تام لعناصر منتخب تنزانيا. حيلة كبيرة عند رياض محرز الذي لم يستسلم، رياض محرز الذي لم يتوقف، رياض محرز الذي سرق الكرة من الخلف واختطفها وتحصل على ضربة جزاء صفراء. حكم المباراة الكامروني لصالح الخضور. ضربة الجزاء من ينفذها؟ رياض محرز أم فوزي غلام أم ياسين إبراهيمي؟ هذا الثلاثي أم لاعب آخر يخرجه لنا كريستيان غوركوف لينفذ ضربة الجزاء؟ أم إسلام الذي لم يسجل بعد في هذه المباراة ويريد أن يسجل؟ نعم إسلام سليماني
بحثا عن هدفه التاسع عشر. هو ايضا يريد ان يسجل. اسلام يستعد من امام الحارس مانولا، يستعد اسلام. حكم المباراة يأمر اللاعبين باحترام المسافة القانونية ومنطقة 18 متر. اسلام سليماني في محاولة لتسجيل هدفه التاسع عشر مع منتخب الجزائر امام الحارس مانولا في الدقيقة الرابعة منذ انطلاقة هذا الشوط الثاني. اسلام يتقدم، اسلام يسدد، اسلام جول 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 بالاربعة يضرب منتخب الجزائر. اسلام سليماني يسجل هدفه في هذه المباراة، سجودا لله وشكرا له على هذا الاداء وعلى هذه الرباعية اليوم في هذه المباراة. اسلام سليماني يسجل مثل ما سجل كذلك ياسين ابراهيمي، وسجل رياض محرز، وكذلك سجل المنتخب الجزائري بفضل فوز غلام. الكرة في جهة والحارس في جهة اخرى. 4-0 لمنتخب الجزائر امام تنزانيا. لازم ترجعوا لزمان لكي نجد فوز عريض بهذا الشكل لحد الان بالرباعيه، والامر لم ينتهي بعد بالنسبه للمنتخب الجزائري. 4 دقائق لعب منذ انطلاقه الشوط الثاني. 4-0 للجزائر. ما يحب يرفع الريتم، يرفع عندما يزيد في السرعه، يزيد عندما يمرر اسلام، يمرر يوصل لمجاني، المجاني والدفاع. لا 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 لا، الحكم يشير الى خطا. ضربه جزاء اخرى يقول الحكم المساعد رفع الرايه، وضربة جزاء هدية يمنحها المنتخب الجزائري المدرب الحكم عفوا لمجاني الذي يستفيد من ضربة جزاء. هل سيسددها اسلام ويتفوق على تاج بن ساولة؟ ليبقى تاج فوق رؤوسنا بسبب اخلاقه وانضباطه والتزامه، وبسبب ايضا ادائه الرائع جدا. تاج بن ساولة كان من اروع اللاعبين اللي اكتسبتهم الكرة الجزائرية، من دون ان ننسى البقية ايضا من اللاعبين المتميزين اللي للاسف لم يفوزوا بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم. بلومي وما أدراك وبلومي، ولم يفوز بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم. بلومي وعصاد أيضا لم يفوزوا بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم، والبقية من الأجيال التي لم يسعفها الحظ كي تكون في نهائيات كأس أمم إفريقيا سنة 90. هنا الحكم المساعد رفع الراية معتقدا بأن الحارس مانولا ارتكب خطأ من أمام مجاني. ضربة جزاء في تنفيذها الفوز غلام في محاولة لتسجيل ثنائية في هذه الأمسية وتسجيل هدف الرابع. راح يسددها بقوة فوزي، يختار زاوية ويسدد بقوة فوزي غلام ليضيف الهدف الخامس للمنتخب الجزائري. فوزي يستعد، فوزي بقوة جول، فوزي بقوة جول. الحارس في جهة وغلام كرته في جهة أخرى. 5-0 صارت النتيجة، 5 في عيون الحساد بالنسبة للمنتخب الجزائري الذي يبهرنا في هذه الليلة وفي هذه الأمسية، ويستعيد ثقته في نفسه، ويعيد ثقته أيضا في عشاقه وجماهيره الذين استمتعوا اليوم بهذه الخماسية. ضربتا جزاء وثلاث أهداف في منتهى الروعة عند الدقيقة 60 من عمر هذه المباراة. صارت النتيجة 5-0. فوزي بيسراه يحطها في الجهة اليسرى من مرمى الحارس مانولا. 6-5-0 صارت النتيجة. أكيد ستصل الستة، 3 في الشوط الأول و3 في الشوط الثاني. ما زال محافظ على تناسقه وانسجامه المنتخب الجزائري. تعرفوا بأن في الكرة اللاعب أو الفريق أو المنتخب اللي يكون فايز 5-0 ينقص شوية انضباطه والتزامه وينقص توازنه، ولكن لحد الآن بعد ساعة لعب ما زال محافظ على توازنه المنتخب الجزائري. أضحك شوية يا جوركيوف، أضحك شوية، فريقك متفوق 5-0، يسرى لهم على إضافة هدف ثالث. الركنية جول 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 يسجل الثالث له في مشواره. مجاني يسجل السادس للجزائر من كرة من ركنية بالراس، تنويع في الأهداف من ضربة جزاء وبالراس وبالتسديد وبالمهارات، تنويع كبير للأهداف للمنتخب الجزائري. بالستة يضرب المنتخب الجزائري اليوم أمام منتخب تنزانيا. مجاني يسجل ثالث أهدافه في 48 مباراة لعبها. المدافعون يسجلون والمهاجمون يسجلون، بالراس يسجلون، بالأقدام يسجلون. مجاني يسبق الجميع ويسجل بالراس الهدف الثالث له في مشواره، السادس للمنتخب الجزائري. 3 في الشوط الأول و3 في الشوط الثاني. بالبراعة والرزانة والهدوء يسجل مجاني الهدف السادس للمنتخب الجزائري أمام تنزانيا في الدور التمهيدي الثاني في مباراة العودة. زال في تنفيذ هذه المخالفة مرفوعة بالقائمة الثانية بالراس. اسلام جول 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 جول. اسلام سليماني يسجل ثنائية في هذه الأمسية ويبلغ الرقم 20 ويتفوق على تاج بن ساولة ويصبح
خامس هداف في تاريخ كرة القدم الجزائرية. إسلام من ضربة جزاء سجل الرابع، وإسلام بالراس سجل السابع. 7-0 لمنتخب الجزائر أمام منتخب تنزانيا. 7-0 فزنا فيها أمام، هذا هي ابتسامة شوية من كورتكوف، قلت 7-0 فزنا بها أمام الفولتا العليا في وهران، أتصور في ثمانينيات القرن الماضي في تصفيات كأس أمم إفريقيا في ملعب 19 جوان بوهران. نعم، هذا هو الهدف السابع من إمضاء إسلام سليماني بالرأس متفوقا على دفاع واقف يتفرج على إسلام وهو يرتقي ويسدد بالرأس. نعم، سددها بالرأس مسجلا هدفا سابعا قاتلا لمنتخب تنزانيا الذي فرض علينا التعادل في دار السلام بهدفين مقابل هدفين. 7